السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي وبناتي. إن شاء الله نبدأ نكمل معكم النهاردة إن شاء الله كورس الأحياء. نبدأ النهاردة التكاثر في الإنسان، وعشان ما نضيعش وقت إن أجيبكم الفيديو إن شاء الله نعمل لايك، وعاوزين 1000 مشاهدة بقى النهاردة إن شاء الله، عايزين ندعم القناة، مش هقولها تاني خلاص، عشان نستمر مع بعض بإذن الله ويبقى في اليوتيوب ليه شغل معانا كويس. يبقى نبدأ إن شاء الله التكاثر في الإنسان. بنرسم الجهازين، جهاز التناسلي في الذكر وفي الأنثى. أنا برسم دي ليه؟ لأن في فعلا بعض الناس بيقولوا ما بجيش في الامتحانات، مش مهم رسمته، لا. هيترسم إن شاء الله التكاثر في الإنسان بيشمل جهازين، الجهاز التناسلي في الأنثى، الجهاز التناسلي في الأنثى، وهنشرحه بطريقة سهلة إن شاء الله. وكلام طبي، مفيش عيب ولا حاجة، لأن في بعض الناس عيب يا مصر، لازم الكلام ده مقرر علينا وبيجي، وهيجي بكرة إن شاء الله احتمال 99% جهاز من الاتنين، الجهاز التناسلي للثانوية العامة إن شاء الله، لأن ده بيستفيد منه ثانوي وإعدادي، الجهاز التناسلي في الذكر. نبدأ نرسم الرسمتين كده ونقول بعض الوظائف، مش كلها طبعا عشان ما اطولش عليكم، ولكن ان شاء الله نكمل على بعض في حلقات تانية باذن الله. الجهاز التناسلي في الانثى بنبدا فيه رسمه مبسطه جدا وسهله. بنبدا معروف ان الجهاز التناسلي في الانثى من نص البطن كده بالظبط ان شاء الله واحنا نازلين، يعني الجزء اللي انا برسمه ده موجود فين؟ في جسم الانثى من جوه. يبقى بنبدا نرسم رسمه مبسطه خالص كده، شوف انا برسم ازاي، وندرب نفسنا عليه عشان حتى دخلنا كلية الطب نبقى احنا عارفين احنا بناخد ايه وبنرسم ايه. دي اسمها قناة فالوب، ده قناة فالوب خلاص، هنا بتنتهي بقمع اسمه قمع ايه، قناة فالوب. رسمة مبسطة خالص، مش هنكتر فيها ولا هنرسمها معقدة خلاص، لان دي بتتطلب صراحه في ثالثه ثانوي وفي ثانيه اعدادي، يعني المرحلتين اذا عدلوا ممكن يحطوها في مراحل ثانيه خلاص. هنا اهداب قناه فالوب، اهداب قناه فالوب، خلاص ملاحظين انا بعمل ايه دلوقتي اهو، دي اهداب جوه ولها فايده مهمه جدا طبعا، فايدة مهمة جدا جدا جدا. هنقول نتابع بس الفيديو للآخر عشان برضو في ناس بتيجي تبص بصة وتقوم ايه ماشية، ده طبعا بتخسروا كتير، ما بتستفيدوش يعني، مش بتخسروا حاجة، لا ما بتستفيدوش، نستفيد نشوف الفيديو للآخر، وعايزين نشوف المستر عايز يقول ايه خلاص، لان بنقول كلام طبي هيفيدنا لما ندخل طب ان شاء الله، مش تالتة سنة وبس وخلاص. طبعا ديت مقفولة خالص لان ده اربطة، عشان برضو ما يحصلش اي شبهة في الرسمة ان البيضات بتعدي من المنطقة دي، دي اربطة قوية جدا ربنا عاملها، الاربطة دي عشان ايه؟ ها شايلة اهم جزئين في الجهاز التناسلي، المبيض اليمين والايه؟ واليسار. خدوا بالكم انا ناحية اليمين بقول يسار، لان الرسمة دي معكوسة. في ملحوظة برضو اقولها لكم ومش غلط ان انا بقولها، بصوا كده المنظر اللي على الرسمة اللي على السبورة، انا بقول لك الكلام ده، بصوا ايديا كده انا عامل ازاي، ملاحظين انا بقول ايه؟ اعتبروا دي قناة فالوب، واعتبروا الذراع التاني قناة فالوب، اعتبروا الخمس صوابع قمع قناة فالوب. الكلام ده مهم جدا جدا، ليه؟ لان البويضة ها بتلتقط ازاي بالقمع، بالايه، بالاجزاء بتاعت القمع دي، بتلقطها بتلقطها، نشوفها الوقت ازاي وبالراحه خالص كده ونشوف هنكمل ازاي. بصوا بقى البيضات عامله ازاي، البيضات فيه مبيض هسيبه مفتوح، بيضات متراصه، واقول مثال برضو ما حدش برضو ايه يعلق عليه كتير، بس اللي عاوز يفهم هيفهم انا قصدي ايه. حكايه البيضات مترتبه بالترتيب ده اهو، البيضه اللي عليها الدور بتبدا، شوف انا هعمل ايه بقى اهي، شوف بتبدا بتعمل ايه، بتكبر، هي اللي عليها الدور تخرج، ما هو في نظام الهي مش بالبركه خلاص، لان في حياه الانثى حوالي 400 بويضه في حياه الانثى كلها. يعني ايه حياه الانثى؟ يعني في خلال 30 سنه او 35 سنه
البيضات بتخرج من جسم الأنثى. يعني لو حدث البلوغ من شهر من 10 سنين خلاص، يبقى بالظبط 10 حوالي 40 لغايه 40 45 سنه سن الايه الياس. وسن الياس ده البيضات خلاص بتكون خلصت، مش سن الياس خلاص الست كبرت وخلاص وكذا وكذا، لا ما عادش فيه خلف الا اذا شاء الله. خلاص يبقى فيه هنا بويضه، وده انا هسيبه مقفول كده، هسيبه مقفول خلاص، يبقى ده مش ظاهر فيه بويضات خالص، يبقى ده اسمه ايه؟ مبيض. الكلام ده مهم يا جماعه للي عاوز يفهم احياء، اللي عايز يبقى دكتور، انا بقولها كلمه من الوقت اهو. خلاص دي مبيض بس مفتوح. طيب دي اسمها ايه؟ قناه فالوب. قناه فالوب، ركزوا معايا لان حصه جميله وحلوه وهتفيد ان شاء الله ابنائي وبناتي اللي في ثانويه عامه شعبه ايه علمي علوم. خلاص اللي جوه ده اسمها ايه؟ اهداب. شوفوا المشاور على اللي جوه اهو، اهداب، وقلنا مهمه جدا، اهداب قناه فالوب. طيب ده قمع قناه فالوب، قمع قناه فالوب، ركزوا معايا. نبدا نشوف هنعمل ايه بقى كده، نكمل الرسم الاول ونقول نشرح الكلمتين اللي عايزين نقولهم. ده الرحم كمثل الشكل، وليه جدار مبطن كده، بنقول جدار الرحم او عضلات الرحم، وفي بعد كده عنق، عنق الرحم. الاجزاء دي مهمه جدا وراسمها مبسطه عشان نفهم احنا بنعمل ايه، وجدار عنق الرحم. بعد كده اللي هو الجزء اللي هو ظاهر بقى بره، اللي هو الايه، مش اللي ظاهر بره، المهبل برضو لسه جوه اهو. كل الجزء اللي فوق ده كله موجود في جسم الانثى من جوه. ايه اللي هيبدا ظهوره في خارج جسم الانثى؟ اللي هي الايه، الفتحه التناسلية، مش بولية، فتحة تناسلية. خلاص فتحة تناسلية اللي هي بتاع التزوج. خلينا بقى هنا هنا في الرحم، تجويف الرحم. ها عضلات او جدار الرحم، ومهم جدا الجدار او العضلات دي، لان اثناء الولادة بيحدث فيها انقباض وايه وانبساط. ليه؟ عشان النونو اللي جوه بعد 9 شهور بالظبط لابد من طرده، ربنا بيسيبها اسبوع 10 ايام بعدها ان ما كانش قيصرة على طول زي ما نقول الموضوع الوقت. يبقى ده الرحم، جدار الرحم. هنا عنق، عنق الرحم. هنا جدار عنق الرحم، جدار او عضلات عنق الرحم. الجزء الاحمر ده اللي هي الايه، المهبل، المهبل او فاجينا انجلش. خلاص وهنا ايه، فتحة تناسلية، ما اقولش بولية، فتحة تناسلية اللي بيحصل فيها التزاوج. معروف ان الفتحة البولية لها طريق اخر. خلاص يبقى ده الجهاز التناسلي، وممكن اقول اشاور على دي واقول ايه، اربطة، اربطة. خلاص اربطة قوية جدا جدا ومقفولة زي ما قلنا. يبقى ده الجهاز التناسلي فين؟ في الانثى. طيب نرسم الجهاز التناسلي في الذكر ونحكي حكايه البويضه وازاي البويضه بتطلع من هذا المبيض. خلاص اهو ازاي، اهو شوف الجزء الازرق اهو، وازاي بتظهر وبتبرز وبتطلع بره سنه صغيره، وبيلتقطها ايه؟ قمع قناه فالوب، زي ما انا شورت بايديا. قمع قناه فالوب بتلتقط البويضه، خلاص زي ما انا بلتقط حاجه قدامي كده. خلاص وبعد كده الاهداب بتحركها، بتظل حوالي يوم او اتنين حسب اغلب الاقوال، ان جاءها او اذا جاءها الحيوان المنوي الطريق اللي احنا نقول عليه دلوقتي ووصلها في خلال اليومين تخصب، ثم يتم دفعها لتلتصق في ايه، في جدار الايه، الرحم. خلاص عشان بعد كده نشرح الباقي الوقت. نبدأ في الجهاز التناسلي في الذكر. طبعا معظم الجزء ده موجود خارج جسم الذكر. نبص كده مع بعض، رسمة مبسطة وسهلة جدا ومطلوبة يا جماعة عشان ما نقولش المستر بعمل ايه. خلاص يبقى الوقت هنا، دي فتحة بولية تناسلية، جزء بره ده او الجزء الازرق ده اهو،
قناة بولية تناسلية، كلمة مهمة جدا. الكلمة اللي بقولها دي بولية تناسلية، يعني بخرج منها البول، تمام، بخرج منها ايه تاني؟ الحيوان المنوي. يبقى الفتحة ديت بخرج منها اهو، بصوا كده، وبتحود هنا كده اهي، عشان بس نشوف الرسمة اللي فوق. فوق ديت خلاص هو الجزء ده اللي خارج جسم الايه؟ الذكر، تمام. طيب نيجي هنا الخصية، طبعا ده منظر جانبي، دي الخصية، اكتب جوه اهو الخصية، هنا فتحة بولية تناسلية، تفرق فتحة بولية تناسلية. نتعلم يا جماعة ازاي نتفوق في الأحياء، لأن الأحياء تلات أرباعها حتى في ثانوية عامة رسم. خلاص، ده القضيب، عضو التناسل، القضيب الأداة اللي ربنا عاملها عشان يتم عن طريقها التزاوج بين الذكر والأنثى. طيب ده اسمه كيس الصفن، حتة الجلد اللي بره رقيقة، كيس الصفن، وفي ناس بيقولها الصفن، مش هنختلف في الألفاظ، لأن بيختلف في الألفاظ، الألفاظ ده بقى فاضي بصراحة. خلاص، مبقاش عارف هو بيقول ايه، ف بيشتغل على ايه؟ بمزاجه زي ما بنقول، مع احترامنا للجميع. طيب الجزء اللي طالع من هنا الوعاء الناقل، الوعاء الناقل، ركزوا كده في الكلام، الوعاء الناقل، ها يبقى جاي كده اهو، لان في جزء هنا هو ملتوي كده اسمه البربخ. معلش الفاظ بنسمعها للناس الجداد اللي يعني داخلين تالتة، الناس اللي ما خدوش الحاجات دي في اعدادي يبقى لازم نعرفها الوقت، معلش. ها يبقى الوقت هنا اهو، ده اسمه الوعاء الناقل. وكلمة الوعاء الناقل يعني ايه؟ الوعاء الناقل الذي سينقل الحيوانات المنوية، نركز كده، الجزء ده اسمه ايه؟ البربخ. طيب ده هنا وعاء ناقل، شوفوا رأس السهم اهو. طب هنا اسمها القناة البولية التناسلية، يبقى هنا القناة البولية التناسلية. الناس اللي عندهم امتحان بكرة يركزوا على الرسمتين دول، 99% حاجة منهم من الاتنين بتيجي، سواء رسم او بيانات او اسئلة عليه. طيب نيجي بقى لفرع دمياط والرشيد اللي فوق ده، واحدة واحدة كده نشوف هنعملها ازاي، دي هنسيبها الوقت. تعالوا بقى هنا كده، بصوا المنظر هنا، اولا في هنا هوت والداتا كوبر، تطلع بعد كده فرعين، خلاص هنا اهو البروستاتا، نظبطها كده، ارسمها لكم ايه الاسم ده بقى، نطلعه فوق شويه لان محتاجين الحته دي. يبقى هنا الجهاز التناسلي، خلاص هنا الجهاز التناسلي في الانسان، الجهاز التناسلي في انثى الانسان، في انثى الانسان، هنا في الذكر، في الذكر. طيب يلا الجزء ده نكبره شويه الاول كده، بصوا هنا، هنا اهو في تفريعه، اول تفريعه اهي، اول تفريعه ديت شوف انا هعمل ايه، هنا هنا اهو البروستاتا غده واحده، يبقى اللي انا عاملها قطعه ده اهي اسمها ايه؟ البروستاتا. نركز كده مع بعض، البروستاتا بنسمع عنها كتير في الناس كبار السن، خلاص في الذكور نقول عنده التهابات في البروستاتا، يبقى دي غدة البروستاتا، غدة واحدة. يا أستاذ ده أنت عاملها تلاتة، لا ده أنا جايب مشرط وأقسمها، ركزوا كده، يبقى هي غدة واحدة، جبت مشرط ها وقسمت، ما احنا شغالين جراحة الوقت، تمام.
بعد كده غدتا كوبر، غدتا كوبر، غدتا كوبر، واحدة هنا واحدة الناحية التانية. يبقى هنا هنقول ايه؟ زي ما الخصية اهي، خصية باينة واحدة، ولكن في خصية هنا وفي خصية ايه؟ الناحية التانية. يبقى الوقت هنا اهو غدتا كوبر، كوبري من غير ياء عشان ما ننساهاش. خلاص، حاجات بنقولها كده اثناء الايه؟ الشرح. بعد كده تفريعة تانية هتحصل، والتفريعة التانية دهيت الحويصلة المنوية، الحويصلة المنوية. طب وبعدين؟ بعدين بصوا كده، من هنا بتبدأ رسمة الحالبين والمثانة. ده احنا دخلنا في موضوع تاني. ايه هو الموضوع التاني يا مستر؟ ده موضوع خطير جدا. ايه هو؟ نركز، اللي عايز يفهم، اللي مش عايز يفهم ممكن ايه في الامتحان يعني دي تتكروت قوي. ده حالب وده حالب، خلاص. وين هوت ايه؟ المثانة. هنا ايه؟ المثانة. طيب هنا توقع ايه؟ كليتين، ادي كلية. الله، ده احنا دخلنا الجهازين على بعض. ده مهم جدا جدا جدا. ادي الكلية التانية اهي، كليتين. طب الاستاذ ده والاستاذ ده هيتقابلوا بقى، بس ايه؟ عايزين منظر تخيلي. بصوا المنظر ده كده، ما عايزين دقة في الرسم عشان نفهم المسارات ماشية ازاي. مسارات، اللي احنا شغالين فيزياء ولا ايه؟ لا معلش، بصوا كده كده الجهاز التناسلي، يعني دي مثانة، مثانة، خدنا الجهاز البولي قبل كده في ابتدائي، مثانة بولية، وده حالب، وهنا ايه؟ حالب تاني، هنا كلية. طب دي كلية يسرى ولا يمنى؟ معلش، عكس ايدي بالظبط، وانا واقف كده قصاد الشمال، يبقى كلية يمنى. مهمة؟ ممكن الرسمة دي تترسم، ما اسم الجهاز، ويشور لي على اهم تلات غدد موجودين في جسمنا كذكر. تلات غدد؟ الملحوظة اللي هقولها دلوقتي، التلات غدد دول مهمين جدا 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 في عملية التكاثر. مهمة يعني ايه؟ التلات غدد دول بيقوموا بعمل واحد. طب ربنا عاملهم تلاتة ليه؟ زي ما عمل اتنين كلية بيقوموا بوظيفة واحدة. افرض واحدة عطلت، التانية شغالة وكافح لآخر لحظة. هنا نفس الكلام، افرض غدة البروستاتا تعبت، هل الراجل ده ما عادش هيخلف وخلاص الدنيا هتقف؟ لا، ربنا بعت حاجتين كمان. افرض واحدة تانية عطلت، التالتة شغالة. اذا التلاتة بيقوموا بعمل واحد، وهو بالمرة افراز السائل المنوي. افراز التلاتة مع بعض، افراز السائل المنوي، افراز السائل المنوي. بصوا كده، حاطط تحتها خط، لان الخصية هنا بتفرز او بتنتج الحيوان المنوي. هو في فرق جامد، الحيوان ايه؟ المنوي. يبقى الحيوانات المنوية محتاجة السائل المنوي. يعني لو التلاتة دول عطلوا الانسان ما عادش هيخلف. لا يا مستر، ليه كده؟ الحيوان المنوي بيطلع في البربخ، خلاص، ما بيتحركش الا لما التلاتة دول يفرزوا السائل المنوي. لان السائل المنوي ده هو ثانوية عامة، ممكن بكرة يقول لي ما اهمية غدة كوبر، ما اهمية الحويصلة المنوية، ما اهمية غدة البروستاتا. اهميتهم ايه؟ بيعملوا ثلاث حاجات قمة في الخطورة، واحد اتنين تلاتة، والرابعة يقول لك لها يعني مثلا ايه؟ وظيفة مناعية. هنا اهو سهولة حركة الحيوان المنوي، هي دي مهمة. نمرة اتنين، تغذية الحيوانات المنوية. انتوا عارفين الحيوانات المنوية بتطلع قد ايه؟ الكلام ده علينا؟ لازم الكلام ده يتعرف، مش علينا ولا مش علينا. الحيوانات المنوية دي في كل تزاوج ما بين الذكر والأنثى من 60 مليون لمية وعشرين مليون حيوان منوي. في كل تزاوج، مش في حياة الذكر، ده في كل تزاوج بيطلع هذا العدد.
الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية بتيجي هنا اللحظة اللي بتخرج منها من الخصيتين لازم يكون في سائل منوي هنا، يبقى السائل المنوي لازم يجي لي هنا بسرعة. ليه؟ عشان يعمل التلات حاجات اللي انا قلت عليها. بص المنظر كده. طب ده هتيجي منين؟ من التلاتة دول. يعني من هنا بتطلع الافرازات دي، كمان بتقابلها، دي بتقابلها، شوف ماشية ازاي. ما هو ده الايه، الخط او المسار اللي انا قلت لكم عليه. لازم نفهم الكلام ده خلاص. يبقى السائل المنوي اللي هو الاحمر ده، يبقى الاحمر ده اهو، ها، مش حيوانات منوية، سائل منوي. طلع منين؟ من التلاتة دول. طلع ورايح فين؟ شوف راح فين؟ بيسهل الطريق، لأن أهم شخصية في العالم هتتحرك اللي هو الحيوان المنوي. خلاص؟ معلش، الماء المهين اللي احنا اتخلقنا منه. معلش كده في الكلمة. يعني هيتحرك؟ شوف الدنيا، تمهيد الطريق عشان الحيوان المنوي هيتحرك من هنا. نبص كده للهدف اللي بقوله. سهولة حركة الحيوان المنوي؟ الحيوانات المنوية جمع. تغذية الحيوانات المنوية؟ طب رقم ثلاثة، أخطر حاجة في الدنيا إيه هي؟ إحنا قلنا القضيب، القناة البولية التناسلية بيمر فيها بول. طب البول فين بالمرة بقى عشان نخلص من الموضوع ده؟ الكليتين هم. كلام طب ده، وادمجوا في التربية والتعليم. يبقى هنا الكليتين، ها، بيخرج عن طريقهم تنقية الدم طبعا، وبيصفي البول زي ما هناخدها في تانية ثانوي في الأحياء. ها، البول بينزل اهو، المثانة بتجمع في المثانة، ها، وبعد كده، ها، بيخرج كالآتي. شوف الخروج اهو، شوف خارج ازاي. يبقى المنطقة اللي انا بشاور عليها دهيت، المنطقة اللي انا بشاور عليها دهيت مليانة بقايا بول، والبول حمضي. اكتب الكلمة دي، تستاهل. يبقى البول حمضي. يعني ايه حمض التأثير؟ يعني ايه حمض التأثير؟ بما ان احنا شاطرين بقى الوقت وبنتكلم كيمياء واحياء، ويعني البي اتش بتاعته، البي اتش اقل من 7، ودي تموت الحيوانات المنوية. يبقى رقم 3 بالمرة معادلة حموضة مجرى البول. طب رقم 4، لا أهمية مناعية. ده استنتاج بعض العلماء والدكاترة والأطباء وكله. خلاص؟ يبقى لها أهمية، لها أهمية في المناعة. المناعة اللي احنا بنتكلم عليها الوقت حاليا، فيديوهات ايه مخصوص، لأن تستحق في هذه الأيام. طيب خلينا بقى في المهم. عرفنا اللحظة اللي هينزل فيها حيوانات منوية معروفة محسوبة، من المخ مش من الخصيتين ولا من القضيب ولا من إثارة، لا، اللحظة اللي هينزل فيها حيوانات منوية أثناء التزاوج. السائل المنوي بينزل من الثلاث قنوات دول، من الثلاث غدد، ها، بيمشوا الطريق ده، بيجوا هنا. الأستاذ ده ما بتحركش اللي هو الحيوان المنوي، ألا ما السائل المنوي يوصل، ها، يبدأ في سهولة في الحركة، بيغذيه لأن الطريق طويل. شوف ده نص الطريق، نص الطريق، شوفوا كده. وهيمشي بقى من هنا اهو في القضيب، ويخرج من هنا لسه هيكمل الطريق الاخر. يبقى محتاج تغذية، محتاج تغذية. حدث تزاوج بين الذكر والانثى في وقت وجود البويضة، خلاص، اذا البويضة في اللحظة، البويضة فيها النواة بتاعتها ايه، خلاص دل عليها الدور. خلاص، زي موضوع خطوبة البنات، مش هقول للرجالة طبعا، اللي عليها الدور هي اللي بتبقى جاهزة، هي دي اللي عليها الدور، البويضة دي. يبقى يتم التقاطها منين؟ ها، هكذا. طب ازاي يا مستر؟ ده المبيض مقفول، وفي بويضات كتير تقع، لا، بتخرج بره كده، بتظهر بره، فدي بتلتقطها، ويقوم المبيض قافل على الباقي. معلش ده قدرة إلهية. بعد كده دخل هنا، ودخل فيه قناة فالوب، الأهداب ثبتت البويضة هنا اهو لغاية ما الحيوان المنوي جالها. إن أراد الله حملا، ها، البويضة اهي بتستقر، بتنتظر يومين اتنين، جالها الحيوان المنوي في الوقت المناسب، وده معروف علميا وطبيا، خلاص تخصب.
طب اما تخصب كل حاجة بتتقفل بقى، يعني من عند الرحم، من عند عنق الرحم في بعض الروايات كل حاجة بتتقفل بقى على مين؟ البويضة اللي هتنزل تستقر فين؟ في في بطانة او جدار ايه؟ الرحم. يبدأ ظهور اوعية دموية كثيرة، الدم بيكتر في غذاء، لان فيه معلش ضيف جديد مهم جدا ولازم يتغذى، ولذلك بنلاقي الرحم بيستقبل هذه البويضة لانها ستمكس حوالي ايه 9 شهور، يبقى لازم ايه يعني يبقى في استقبال في هذه المنطقة وتغذية، ولغاية شهر ايه او 9 شهور يتم خروج هذا الايه الكائن بقى اللي هيبقى جنين اللي هيبقى هنا. طيب ما حصلش والحيوان المنوي ما جاش في التوقيت، حدث تزاوج بس في وقت تاني، الاستاذة دي وقفت يومين خلاص، الحيوان المنوي ما جالهاش، جه بعدها ب4 5 ايام مفيش حمل، يبقى في الحالة ده هي البويضة هتنزل برضه وهتنزل فين؟ في جدار الرحم او جدران الرحم. البطانة اللي كان وصل لها خبر ان في بويضة معلش جهزت كل حاجة، معلش الضيف كان جاي لي وانا ظبطت التلاجة ومليتها وبمليت الاكل في البيت، وفجأة لقيت الضيف بيقول لي مانيش جاي، طبعا ديت مع قطع كهرباء مع كذا مع كذا، خسارة خسارة في كل حاجة خلاص، انا بقولها ايه بالبلدي. يبقى في الحالة ديت ما حصلش، حصل تزاوج بس الحيوان المنوي ما جاش في الميعاد اللي معروف طبيا ان البويضة فيها متخصبة او البويضة ظهرت خلاص، ما حصلش اخصاب، اذا في الحالة دي البويضة بتنزل خلاص مرتبطة باوعية الايه الجدار الرحم بيتم طردها لان جسم غير مرغوب فيه. طب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انقباض وانبساط في عضلة الرحم. ليه؟ لان عايزة تنظف مين؟ الرحم من هذا الجسم الغير مرغوب فيه لانه لم يخصب. اذا في الحالة دي زي النونو الجنين لما يبقى موجود ان هو عدى 9 شهور، الطلق بقى اللي بيجي اللي هو انقباض وانبساط، انقباض وانبساط ليه؟ لان الجنين معلش قعد الفترة بتاعته ما عادش الرحم هيستحمله خلاص، انا قايل لك هتقعد عند 9 شهور خلاص. طب وبعدين ما حصلش انقباض وانبساط، نركب محلول بندي حقن بتعمل انقباض وانبساط يعني صناعي، طب ما فيش، يبقى بنفتح قيصري وبننزل ايه الجنين مش من المهبل خالص. هو الطريق الطبيعي ان الجنين ينزل من عنق الرحم والمهبل والفتحة الايه التناسلية خلاص، ما فيش الرحم مش عاوز يستجيب للايه الانقباض والانبساط. طبعا انا مش هضحي بجنين الام والاب قاعدين مستنوه من 20 سنة ولا من 10 سنين ولا سنتين ولا سنة خلاص، لا ده هنفتح قيصري وخلاص. يبقى في عندي احتمالين، لو حصل اخصاب او حدث ان الحيوان المنوي جه في وقته في خلال اليومين اللي موجودين، قناة فالوب منتظر فيها البويضة عشان عملية الاخصاب، ما حصلش يبقى بتنزل ويحصل ايه نزيف، النزيف ده عبارة عن بطانة الرحم اللي كانت متعبية ومليانة دم وفي غذاء خلاص، ولذلك الانقباض والانبساط ل4 ايام او 5 ايام اللي هي الطمس او الدورة الشهرية، الطمس او الدورة الشهرية. يبقى الدورة الشهرية بتطرد البويضة الغير مخصبة والدم اللي اصبح ايه ما عدلوش اي لازمة خلاص، وده برضو ايه يعني ما بيضعفش قوي او كذا او كذا لانه دم ايه يعني كان مجهز لايه للبويض خلاص. يبقى ده بتقعد من 4 ل5 ايام ولازم يكون فيه ايه انقباض وانبساط عشان التنظيف، فما نقلقش من المغص ما يتاخدش حاجة نصيحة خلاص يعني ما بين قوسين كده. طيب خلاص تعالوا بقى كده نشوف بسرعة المبيض بينتج ايه، له وظيفة انتاجية ووظيفة افرازية. وظيفة انتاجية بينتج ايه البويضات، واتفقنا كم بويضة في حياة الانثى؟ حوالي 400 بويضة من 10 سنين لو بدأت ل40 او 45، يعني 30 × 12 صفر 360 بويضة، يبقى من 40 ل42 او 45 ايه سنة.
طيب الأنثى بلغت بعد 12 سنة زود يبقى 45. خلاص الأنثى بلغت 8 سنين بيحصل؟ بيحصل طبعا. ضيف ل 40 سنة أو 30 سنة يبقى 38 ل 40، خلاص محسوبة. يلا نشوف إنتاجية. وظيفة إنتاجية يعني إيه؟ وظيفة إنتاجية بتنتج البويضات. وأقولها كلمة إنتاج، إنتاج بويضة ناضجة كل 28 يوم بالتبادل مع المبيض الآخر. وضح دي كده يا مستر. ده في شهر واحد، ده في شهر اتنين، ركز، تلاتة أربعة. طب لو قال ما جاب لي السيرة بالتبادل مع المبيض الآخر، يبقى بتنتج بويضة كل 56 يوم. يبقى المبيض الأيسر، شوف بشاور ناحية اليمين اهو، يمين ايدي ولكن يسار المبيض. ولذلك برضو عشان الرسومات اللي بتيجي ممكن يقول لي هنا اهو مبيض ايسر ولا ايمن، قصد ايدي اليمين يبقى ايسر، ما تلخبطش. طب هنا مبيض ايمن ناحيه اليمين يعني، يبقى انتاج بويضات. خلاص عرفنا موضوع. هنا افرازيه بقى، افراز ايه؟ اتنين هرمون، خلاص، الاستروجين والبروجستيرون. ولينا كلام لسه وشرح بقى ان شاء الله في المناهج باذن الله، هنقول وظيفه كل حاجه فيه. تعالوا نشوف بقى الخصية عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. الخصية لها وظيفة انتاجية، خلاص، انتاج الحيوانات المنوية. وظيفة افرازية، دي خلاص الانتاجية اهي. هنا وظيفة ايه؟ افرازية. وظيفة افرازية، افراز هرمون التستوستيرون. التستوستيرون هذا الهرمون مهم جدا لمظاهر البلوغ السنوية عند الذكر، ودي برضو هنقولها في الحلقات القادمة. كيس الصفن مهم جدا جدا، حتة الجلد الرقيقة الخفيفة خالص ديت، معلش، حفظ درجة الخصيتين بحيث تكون أقل من حرارة جسم الإنسان. احيانا العيل الصغير بيبقى نازل بخصيه واحده، هل هي خصيه واحده؟ لا، الثانيه بتبقى جوه. فطبعا الدكتور بيتعرض على دكتور اطفال، بيضغط ضغطه معينه كده عند العانه، بينزل ايه؟ الخصيه الثانيه. ده مش عايز اطول معاكم اكتر من كده، ده من ضمن الشرح بتاع الحصص التاسيسيه، الكورسات اللي هنعملها ان شاء الله. في ناس بيقولوا انت بتشرح ليه طالما هتعمل اونلاين؟ طبعا انا الاونلاين هنحاول ان شاء الله نظبطه، وكلام نهائي عشان اللي عاوز يبدا. وكلمه الاونلاين وقلنا سعر مناسب يا جماعه، ما تتفهمش غلط، سعر مناسب يعني زي مدرس برايفت معاك، صوت وصوره، بنتكلم لوحدك او لوحدك مع المستر، خلاص، بتستفيدي بكم كبير من المعلومات. خلاص لو في مجموعه بيختلف الامور، فما نتكلمش كتير في هذا الكلام ان كنا جادين في حلقات الاونلاين. ما احناش جادين، خلاص مفيش مشكله. خلاص، مستر مصطفى رجب، احييكم مدينه دمياط الجديده، وافكركم تاني كورسات الكيمياء والفيزياء والاحياء التاسيسيه في الفتره اللي احنا فيها لغايه 1/8. ابتداء من 1/8 هتبقى كورسات اونلاين برضه للدروس بالترتيب في المرحله الثانويه والمرحله الايه؟ الاعداديه. ومش هنزعل بتوع ابتدائي لو محتاجين اونلاين، هنشرح لهم المناهج بالتفصيل ان شاء الله. خلاص، مستر مصطفى رجب يحييكم، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيب لكم السبوره دقيقه عشان اللي عاوز يرسم او عاوز يعمل حاجه ان شاء الله.